عمرك سمعت عن حارس مرمى بتسع صوابع وعنده عمى ألوان ومات منتحر؟ كارلوس جوزيه كاستيليو اتولد على شواطئ ريو دي جانيرو في البرازيل سنة 1927. قضى 17 موسم في صفوف فلومينينزي ولعب ليه 699 مباراة، أكتر من أي لاعب تاني في تاريخه. كاستيليو كان مميز بردود فعل خارقة، تصديات غريبة خلت الجماهير تسميه القديس كاستيليو. وزي ما أشادت بيه الجماهير، في جانب تاني منهم شافوه الراجل المحظوظ، والسبب إن كاستيليو كان ليه 2 صحاب قريبين، القايم والعرضة. الموضوع كان غريب جدا، الكرة كانت ممكن تخبط في العرضة 3 أو 4 مرات في ماتش واحد. كاستيليو واحد من اللاعبين قليلين جدا دخلوا قائمة البرازيل في 4 كؤوس عالم مختلفة. شاف كارثة ماراكانا سنة 50 من على مقاعد البدلاء، ومع نافي باربوزا بقى هو الحارس الأساسي. كسب كأس العالم مرتين في 58 و62، لكن دايما فضل بديل. كاستيليو كان عنده عمى ألوان، وفي المباريات اللي تتلعب بالليل كان بيشوف الكرة الصفرة حمرة، ورغم إنك هتشوف ده عيب، لكنه كمان كان ميزة بتساعده في تصدياته. مرة من المرات اتصاب كاستيليو في صباعه، إصابة شاف الطبيب إنه لازم لها عملية جراحية هتغيبه لنهاية الموسم، لكن كاستيليو كان ليه رأي تاني، فضل يقطع عقلة من صباعه المصاب على إنه يغيب لنهاية الموسم، والنتيجة كانت رجوعه بعد أسبوعين والمشاركة في أول لقب كامبيوناتو كاريوكا في تاريخ النادي عشان يتحول لبطل قومي. في 2 فبراير سنة 87 لقوا جثة كاستيليو منتحر، رحل عن الدنيا من غير أي تفسير. البعض قال إن السبب إصابته باكتئاب شديد، والبعض التاني قال إنه بسبب رفض زوجته السفر معاه للسعودية، لكن السبب الحقيقي اتدفن معاه للأبد.